الأمام إلى الوطن رحب الصعاب والمحن إلى العمال والقبن أخيرا جاء المنضبط لأمريكيشن وروسي عشتي كبس وبتونسي 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 حبو سبايسي تونسي تونسي برشا برشا سيدي بوسي في البلو سكاي مع الشمس بوزي عامل ضجة توتي بوسي تشجع ما خلاها بنا منانا سترنا آمنة أشرار استنى الآونة جورتام وجوكرة غير تلين باتمان يتشكى يدير فلاين فاش قام تتلكش زيد فاين أي وين كاي سوبا تونسي سوبا تونسي سوبا تونسي أباري سمل سمل على رويج لي سمل عليه سمل سمل يا كي مسترجل شويه 50 سنه وتتشوك انا يا سياسيه صدقني ما عندك علاش تحلفني كي كنت صغير قاعد نكور عيطولي طهرت ورجعت نكور في الدوزيام ميتون لا ومركيت بونت وكنت سيزون لا يا زبله كذا بنتي سمل سمل يا كي ليسن تو مي هذه تراديسيونيل تراديسيونيل بعد ما تطهر تعمل غطسه في البحر تقوم لاباس احتراق احتراق اي ما وانت كي تهبط تعوم تو يتنحى لك الحريق ويطيحوا كل غرزه بتعوم ماي هاي كرة هاي هاي يلا كيم شو واسل واسل كيم ويلا حبيبي يلا هاي كيم ماي لبس واسل واسل امشي 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 كرة حبيبي كرة يلا واسل واسل ما تخافش برا برا ما تخافش برا سيس لا تعتب روحك سيس لا تعتب روحك صحيت هكيك تو تبرا اسمع كلامي داديش داديش يلا هيا يا قرش البحر غطسة باهية زيد قد بالله سامحوني يا جماعة يا أخي مش كاين نغرق لا مش كاين نغرق غرق يا ناري على راسي كيم كيم حبيبي كيم قوم حبيبي بصير نعملو تنفس اصطناعي هكا تنفس اصطناعي من غير صديق ساسية يا مالا كيفاش تو الراجل مش يموت ويمشي فيها اعمل له أنت تنفس اصطناعي تخلي موت بقلة ليه دخلني هذا يطوب بيتو في الروز اسمح لباس هكا هاو ملي هكا هاو واي اقف هاو السيغ بار بار ادخل خلنا نشوف شكون في التليفون بار الو وي حمادي يجي نوريك الخط نعم في حاجه مشو تفضل ليليا سامحني تعرفني نمس خليفك لي نمستي سليمان انت ايه انا هو المخروع يا حسرك كانوا عيطولي المخروع عندي برشا ما سمعتيش الكلمه هذه سامحوني نقص على كلامكم بالعسل شكون ليليا قرات معايا عبير للاسف خطيبتي تشرف تاتا ايجا ايجا عولدك طلع يعرف الفوندوس مانيش فوندوز بوتيك نتاع بابا
حتى عبير البابا متاعها كان عاسيس على المدرسة. عمتو كيبري اللي بيع في الملاوي والكاكين ناتن الخايب. ما تقوليش انت بنت طنطو كيبري. بنت طنطو كيبري وتطام باركة. هاي مالك طلعتي معرفة، شوفي النحويجة في مستوى العروس. تبيع قطب قنحاس؟ شوفي النحويجة مرفقة. وعليها حويجة مرفقة؟ موكي قدر ربي وخذيت راجل مش في المستوى، خليني ناخو صيغة في المستوى. ردي بالك اش تخرجي من فمك، ولدي في المستوى وحمدي ربي لقيتي راجل يرضى بنسالك الملتن. راجل وانت رفيه الراجل. هاي لقعاد الله غالب. ولدي راجل وسيد رجال. يا بنت التوكابري العساس تعاير فيا بخدمة بابا؟ يا رقاصة يا اللي عيت ودي تدور في حزامك من بلاصة لبلاصة. أمي كانت رقاصة وخالي مزاود عيلة فنية. ناس كل يدير فوق بركاش وهي العتب زاد شكون مولا حانوت يديك الفوق يديك الفوق يا زيديك ما تحركش يديك الفوق تحركش يديك فيسا على ما تعرف فيسا الخوف غالب يجيك نهار تولي انت غالب وقتها الناس كل تعرف شكون سليمان يديك الفوق خليني نتكلم تو انا كي قلت لك يجيب لك صابر رباعي ب 600 دينار وانت صدقتني مانيش انا قلاب انت بهيم اذا كان صابر رباعي ب 600 دينار ما نعرفش نخدم دينار و200 ارخص ما قليب شو رجع لك العربون العربون لا يحمل مغفلين لا لا تعرف لي شو تشكي بيها اشكي يا حاج فتلينا فيسا فيسا خفيه بسم الله على ولدي بسم الله على ولدي نشوي لولدي الكبده نعمل لولدي شوربه بالكرعين لا نعمل لولدي شوربه بالعدس علاش ما ديتنيش ضربت معاك علاش عثمان اي نسي بيه يلزمك تتبعني مليح باش تكون حاضر للعرس على خاطر نقول لك الحق يا كيم ماكلتكم في كوريا ماكله مش ولا بد حاشا نعمه ربي وانتي زادم على عرس يا كيم معناتها يلزمك ماكله متاع سناديد ماكله متاع فرسان يا كيم وديخ داخل يحارب هو تاع فرسان شت من فضلك يعيشك انتي من فضلك بيني وبين نسيب ساسية يا ساسية عيط لي سيدي خويا اي تحب حاجه شنو لبسته ذي تربي في السر يبدي تربي في النحل هذي شت من فضلك يعيشك ساسية نعم انزل عليه بالهرقمة يا ساسية لحظة برك شو هرقمة شت من فضلك يعيشك بيكرف ولا سلا فيه شفي ساسية انزل عليه بالعقد يا ساسية هيا عقد شت بيكرف ولا ورمك ان شاء الله ينفع يا ربي يا رب سلي ينفع يمام مش يسر عليه مش يموت هذا الراجل ومزيلك مفاجأة السهرة يا ساسية ندب خدية أنا مفاجأة انتعش شت من فضلك يعيشك محفز التستوستيرون الطبيعي خلطة الفحولة بامتياز مزيج من أقوى العناصر الطبيعية غذاء الملكات الجنسينج طلع النخيل مع العسل الحر يخي وين نمشي نلقاك أنت تخرجي في الفيسبوك في الانستغرام في التيك توك في البلايس الكل زيد يجي الدرس ساسية شي يهمك فيه تفيه كمل واصل لها تأثير إيجابي في تنشيط الدورة الدموية زيادة القوة والطاقة مقاومة التعب والإرهاق اسمعني إرهاق لا تهليك كبيرات أنا عندي فكرة همش أرجعك للتيك توك حركة تكسبلور هو أخرجي
ايت يا بابا ايت يا ودي انا ايت وانا نايمك قاعد تحسب له وانت راجل باش يموت شت من فضلك يعيشك انت حتى تشوفه يكمل مغرفته ويولي برتع كيل فرس الله لا تربحك الله لا تربحك عملت لنا ازمه دبلوماسيه ما بين تونس وكوريا بربي شنو هالزبيده هذي اللي جايبينه لي الساعه كنت باش نزيد صحي نزيد زيتونه وعسل وكاجو وفستق وبندق وكعبات بفريوه واللوز انت كمل اعمل بورت الكتريك واعمل بلاك اكتب عليها بني غلال الله لا ترب اطلب السامي اطلب السامي ايش من سامي بربي يظهر لي السيد هذا يصير 35000 و500 شو يعليها ما نعيش خويا فرح شوي كي قومه بان كي جاوبني الله لا ترب قلت لك يزيه الراجل يزيه ومش يموت ربي يقول لك تعرف اسكت رئيس الحكومه يطلب رئيس الحكومة حد ما يتحرك ما تسمعش نحكي له باش نحكي له كم ساعدك باش نحكي له الو سيد رئيس الحكومه لاباس كيما هو بحذايا لا امور هانيه كيما قدامي امور لاش ما قال نعديه لك باش نقول له ولا باش نقول له ايا معك ايا معك الو تينغو تينغ الو تينغ وتينغ شنجيكو هكا هكا وعد كيما خلف الطبع ريتو تنالي تنا لي سيد رئيس اي تنا لي تنا هاي بلا مال بلا مال تيجي ما نقوم عاش حد يقوم اي خبر جديد يجيكم على الطياره الضايعه تعلموني حال لن وسعوا دائره البحث وكلموا عثمان يخرج يفركس عليها اي توت سويت شو الحس هذا هذوما اهالي يركب الطياره شوية هدوء ما نفضلكم شوية هدوء ما نفضلكم خليوني نتكلم ما نفضلكم نعرفكم الكلكم موجوعين على أهاليكم وقاربكم وفلذات أكباتكم والكلنا تواسع حتى احنا موجوعين راو وطوى كنت في اتصال مع المسؤولين في النقلة الوطنية هنوني قالوا لي طيارة عندها ما يكفي من كيروزان كامل شوية هدوء ما نفضلكم وي سيد وزير شو ما جديد سيد رئيس نعم طيارة قناه اي الحمد لله وين طايح الصبر الحوادث هذيا تقع الحوادث هذيا ماهوش في تقع في العالم اجمع مش خاصه بتونس الحوادث هذه سيد رئيس نعم فما خبير به ما نعرفش يعجبك ولا شو هو حماتك طلعت راكبه معاها مدوه ملل صحيت برافو عليك هذا خبير بير ربي على تونس انا طلعت كيف انا طلعت كيفكم انا طلعت كيفكم معلم الكراهب وينهم والا مشينا كيك البلديه على سقينا كعابي ما عندكش الصبر انت الكراهب هم في الباركينج وهم جايين اسمع نبه عليك سيد الوزير كل حاجه في بلاصتها راه واضحه امه تنبه عليها وتقول لها راي امي تركب من قدام ما كانش رحمه بابا ورحمه بابا ورحمه بابا الى فما عرس ونبطل كل شيء ونحلت ولا نبطل راه ما بيناتنا واضحه فسر يا سوسيه هذا راه امن دوله باهي اتو فسره مسز شكمك listen to me please these things want that their mother stay in the front seat of the car hindi pwede ako pa rin maupo doon sa harapan hindi mo pwedeng pagsalan ang anak at hindi kita matatanggap na magiging asawa ng anak ako ang maupo doon sa harapan خالتي شكمك انت امراه لسانك طويل وقبيحه وانا راني انسان ما عنديش وين يدور الريح امي باش تطلع من قدام كلمتي انت كوبارين ما تتنقب انك فاتين مونا ما جيجي قساوه انا راني مع العروس امي ندوال بيعي يا جماعه اسكت اسكت هاي جات كهربت العروس معلم خي تزمر هذه ابو شبعتك انت تزمر هاي سيد المشكله وتفضل كل حد مش ياخو على قد قلب أم العريس تطلع بجنب المتف أم العروسة تطلع بجنب الرشاش وتطيطت هي الأصبح لا حول ولا قوة إلا بالله جاء تونس قعد جمتين ولا اللي حنانة يا
طياره ضايعه 12 ساعه في السماء كك وحدها ها وانت ايش تعمل سيادتك؟ ايش هي خدمتك؟ باش بطل خارق باش نحس بروحي تعب وعادش عندي قوه من بان نجم حتى نطير ها كيفاه شو ما نجمش يطير شو تعب اسمع دبر راسك انت وزير القوى الخارقه يلزم تلقى لي حل اي تو سويت انا نعتقد كون السيد هذا منفوس شي منفوس عين مضروب بعين شبيك رانا في تونس راه متوانسه واحد تلقاك مواطن عادي ياخذ كريبه فهمت يبدا الزوال وكذا يضربوه بعين فتقوا من بعض فما بالك السيد فهمتني بدن ما شاء الله وكامل الكمال والاوصاف يبدا طاير في الهواء والعينين تغزل له قاعد كذا سيبري سيبري زاده تنجم تكون فما مشكله اخرى سيبري شنو نجم يكون ماخذ هواه هو اي نعرفش كثير يلبس مريو خلعه ولا انت لابس مريو خلعه تبدا تطير تشرب العرق نعم اسمع ما يهمنيش فيك ها يا تلقى لي حل يا تقدم استقالتك والله انا عندي الحل اما نخاف ما نلقاش اذان صاغيه عند الحكم لا لا تلقى اذان صاغيه احكي برك باهي سيدي نعرف شيخ شيرته تبربه يديه يتجمد الماء ابا ها اش ممكن كان عندي عرق لساعة عانيت منه عامين والله كنت يبدي ينقح عليا في الليل يجينيش النوم والله كل كنت نكس اسمع وانا زاد اخوكم ما حكيتلكش انا عندي والسيسة ما عاشرتني طول 3 سنين وما نجمش نمشي للطبيب تو هكا جاتني في بلاصه خايبه قلت له ربما تذوب وحده دواك عندي شنو تاخذ شحمه الجمل وتذوبه وتدهن به البلاصه وتشد فص الثوم ذكر كيفاش تحكيه ثوم ذكر انا نقول لكم ما عادش نجم نعمل حتى شيء البلاد شكون باش يحميها اخي ما عندكم حتى سونس تاع ريسبونسابيليتي تفهموني انت ما مسؤولين ولا شنو سي جيب القهوه راجل باهت سيد الوزير يا اخي هذا ديما هكا ديما كيكا ما نجمش نحكي معاه انا ما عندي ما نعمل اسمعني خذك حبه حلوه بالك السكر طاح ولا حاجه وفما العرق خرج بدل ساعه بساعه اخرى حتى انا فمي مرار من العصب سليمان تو عنا قداش مع بعضنا عمرك شي سمعت مني كلمه عيب بخروه ابو هالي ماكش راجل من بدايه ايه بركه يسي خنينه تروش سكتش يا هم يا هم ديما تقولها لي يا هم نسيت هذي سليمان راه بعد اللي صار في الساغي انا امبوسيبل نكمل معاك شنو صار في الساغي انا الوحيد اللي دخلت 7 رجال يتفرج شك التدخل العظيم 7 رجال يفيقوا فيك بالكونوليا سليمان راهي المراه يلزمها راجل تحس معاه بالامان راني نحس بيه معاك انا الامان يا ولدي انا بالعربي يلزمني كتف نتك عليه يلزمني راجل كعثمان انت تقارن فيا بواحد يوقف تراب يديه انا تاكسي ما تخفليش يا كهو ربي يجيب لك ما خير مني وكهو بصراحة هم البنات الكل خير منك أمين شكون بيسترضى بي المشكلة في أنا استغفر الله لك استغفر الله لك ليه أنا راني بنت حلال وجبت لك الصيغة متاعك تفضل قصة معايا عبير يا ودي سيدي جا قصيدها ربي وجهك خير سليم عبير استنى ما تمشيش سليمان رو زايد الكلام انتي تمن بالمكتوب انا نمن بكل متحايل لازم يدخل الحبس ناقصين شركه ذو شركه ذيك هبوطي معدي معك 3 سنين هبوطي تتحايل علي عبير شفتني عاقل عبير بس رجع الشركه ولا لا باهي رد بالك على روحك تصبح على خير معرس انتي مادموزيل اي معرس ايه ساسية ادخل ادخل اهلا اهلا شنو فطور مبطل هيا به كيم وينو انت هاني بعثته بقضية بدرجي اضرب 4 سوايع ابا تمشيش يذيع يا ولدي تهنى عليه تعرفها اكثر مني ومنك الحومة يزم اللعب ها شنو انا ستو ايه ديستو قال لي ولا انا وذني يا ولدي ولا تونسي بالطبع اسألوا اش تعشى البارح اش تعشيت البارح كفتاجي كفتاجي ولا متنية كفتاجي 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 فدي انا فاتيت نعم فدي منيش فديت من قاعدة في القهاوية من طرح الشكبة والرمية منيش فديت نهار كل وانت كيزير المتكي منيش فديت انا اللي فديت راني انا اللي عشي ولا تمرار راني ما عادش النجم بس عبالك رئيس كوريا راه عليه هكا انا حياتي عليه
تيري بنتي اسكت من غاديكا. شو 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 شكون هذوكم تعدوا ايش الكلبة صغاري شكون؟ ولادك. نعم طلق. نعم تحب تطلق بالله؟ معناها بعد ما رديتك عبد انا تحب تطلق؟ ها كنت نهار كل وانت غاطس في الخنافس وفي الحنوشه وانا كبتاجي ولوبيا وبطن وهم على راسي ازرق وبعد تقول لي نحب نطلق؟ خايبها سهله هي اغزلي اغزلي ازمه دبلوماسيه. لا انا بشتري لي ازمه في روحي. كلمه لا كلمه. ري او بونت انت انك ام اوب انا ما عمي فيزا عايش ودي اصبر انا ما عادش ناشي. بسم الله عليك راهو امن دولة راهو مش الوقت مهبول راهو امن دولة انا عم كرتوش بالحق خالتي كرتوش بالحق تيسي بركة حتى انتي زاد حالك طول عملك طرف تنتورة هذي كل من دليل بوهم فيهم وما زال قالك بعد اللي بشيخوا الباك كل واحد باش ياخذوا باسوكا يا ساسية تتهد شوي انت وهالفراد متاعك يا اخي ما نرقدوش رمح سمع حسيتك ياسر انا تو يدز عليا في صدره انت مرة تخمد ملا راحه من منظرك جيب التطوره تستنى تستنى يهديك يا صحرايك يا ولدي راهو صغار في جرتك يهديك يا كيم لحظه سيبني يا هم I'm leaving you forever انا يا هم ها يا راه على راسك يتلمس اول حاجه والله العظيم هاي الجيران تسمع النفقه لما نجبدها من عينيك باهي اقسم بالله العظيم لما نوريك شكون سيسيا برك المعنى يا منظرك توا اسمع استنى لحظه برك لحظه حتى حاجه من ريحتك ما نحبها تبقى لي في الدار اقعد هكاك حتى نقول لك انت وفرجك كيفاش شدها طيش الزبله في يدك ياها انا ياها ما ركعتوش ما حبش فداك انت زاد طيش الزبله وانت ماشي كيم يروح ما تخلينيش يفرح كمان الو وين سيد رئيس الحكومة الخطة فشلت وكيم باش يطلق سيسي شي باش نعمل نطيش الزبلة ونجي سليمان السلام عليكم مرحبا باش نرجع السياخ علاش ما تقوليش ما عجبتكمش ليه مش ما عجبتنيش اما بطلنا قصيتها معها قابلت معها وقلت لها كل حد على روحه لازم علاش انا ليليا ما نجمش نبدا مع مراه وقلبي في مراه اخرى بصراحه انت شنو هي حتى انا شنو زيد كيفك ما نحس بالذنب على الاخر عندي شكون في حياتي مخي ديما سرح في واحد اخر بالحق وين قابلت هوني اخر مره نهار البراكاش اه وعجبك كيفاش هكا يتعارك على خاطرك اسمعني ليلي ساعات راه في المشاعر العبد لازم يكون صريح صارح خطيبك تقول له راني ما عادش مرتاحه معاك والسيد اللي تحبه تقول له هي ما عنديش كيفاش نكلمه قيد نمره 93090 عبراني تقوليش هذا نمره عثمان استنى استنى فسر لي الوضعيه انت تحب خطيبك ومخك مع عثمان والا تحب عثمان ومخك في واحد اخر والا انت تحب عثمان وخاطبه عثمان وتحب تكلمني شنو بالضبط ما فهمتش انا عندي خطيبي ما نحلم بشكون مع عثمان اللي صار لي اليوم نتمنى كان جيت نحلم حطمني ذي عثمان حطمني خير نحب نقتل روحي ولا يزك نقتل روحي شبيك انت راك راجل راك اسمعني عندي فكره ماهيش نورمال انت باش تمشي تصدم على عثمان في الدار تشد تفريك وبتريحة ومن بعد تصوروا العالم الكل يولي يحكي بيك انا المخروه باش نفريك وبتريحة يا ولدي تفهمني تفهمني انت باش تمشي له للدار باش تغافلوا وتعطيه شلبوق وتصوروا حتى كان عطاك تريحه تنقصوها في المونتاج يا ولدي ويهبط الفيديو في الانترنت سليمان يشلبق عثمان عجبتني الفكرة متاعك خالي برافو ولد أختي انت راجل ولا ماكش راجل راجل انا قول انا راجل 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 انت الله عليك واضرب عثمان مش تضربني انا
أي سيدي هذه دار عثمان. شبي الباب محلول أخال باش تعرف زهرك هاوكا محلولة في وجهك ادخل هيا باش كان خليه غدو أخير فيش تاني ترى فيش تاعك حبك راجل أنا حبك راجل راجل أنا عزم راجل أنا وينك يا عثمان السلام عليكم حبك راجل راجل أنا راجل عثمان 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 يا عثمان مك بطل خارق تعارك لي عثمان بيه في القاعة ذي شفتني جيت عامل روحك دايخ تسل فيها معايا عثمان قوم تعارك يا عثمان شنو الدم ذي يا خالي يا خالي يجريني يا خالي خالك انا مانيش خالك انا والله ما جيتك شكون عمل فيك هكا عثمان؟ ردوا بالكم انه يعمل فيها هكا و الله اكبر يا عثمان قوم قوم وخذهم البنات الكل في تونس كون ليها بعدك يا عثمان مازلت حي سمحت تخافش تونس عند رجالة تقفلها شكون اللي حب يقتلك يا عثمان؟ اللي حب يقتلني هو خي والناس اللي شكون عمل فيك هكا تطفى عثمان يا اخوي انت اخر واحد نقابله قبل ما نموت ما دامك موجود لنا انا لقدر جابك لنا يا اخوي شبيك شبيك يا اخوي ايش عملت لك شدتني من يديه شنو صار يا عثمان القوه الخارقه نتاعي من اليوم ولات انت نتاعك انت من اليوم بطل خارق مسؤوليه كبيره عندك باش تحمي تونس والعالم ايه دي شنو نحمي تونس والعالم انا امي زوز كلوشارات تشطح في هرس ما نجمتش نحميها منهم شنو دي ليه عاد يا عثمان دي ليه عاد السروال جديد عايش خويا يموت كان باش تموت سبع سوايع طلع في الروح شبيه تونس امانة في رقبت واللي عمل فيها هكا انا بيعشر للبلاد شكون اللي عمل فيك هكا عثمان قل لي عليه شكون اللي عمل فيها هكا هو اخي تخبي عليه انت ما تحبش تقول عليه شكون تياك باش ترجع نعرف تموت وش ترجع باش تقول لي تونس عثمان عثمان تقول لي مات بالرسمي تقول لي مات بالرسمي شنو هي الحكايه شنو صار يعني انا سليمان المخروعه وليت عندي قوة خارق فيخ فيخ المخروع ولا بطل خارق المخروع ولا بطل خارق المخروع ولا بطل
تاع الغارق. الكرتوش وعد باش يعوك فيك يا مخروع، باش تولي تطير يا مخروع، باش تولي تطير يا مخروع، باش تولي تطير يا مخروع. يا فيصل، تعرف المكي ورجولية المكي، اعتبر فلوسك في جيبك. ايه ايه في بالي في بالي، مازالوا 300 تو قدرة ربي العرس هذايا نهار السبت، اعطيك فلوساتك الكل. تير يا مخروع تير، تير يا مخروع تير، جنح يا مخروع جنح، تير يا مخروع تير، جنح يا المخروع. اما ما شاء الله ليك تبارك الله من البربريز عملته، يديك تتلف في الحرير. يا فيصل خرج يديك من الحرير وحضر لي برابريز جديد. سليمان يا سليمان سليمان. الى الامام الى الوطن، رحم الصعاب والمحن، الى الاعمال والقبن، اخيرا جاء امن الوطن. لامريكي شن وروسي ما عشتيك بسوبي تونسي، لامريكي شن وروسي ما عشتيك بسوبي تونسي، لامريكي شن وروسي ما عشتيك بسوبي تونسي، لامريكي شن وروسي ما عشتيك بسوبي تونسي. حبو سبايسي تونسي تونسي، برشا برشا سيدي بوسي، في البلو سكاي مع الشمس بوزي، عامل ضجة توتي بوسي. تشجع ما خلاها بنا، منانا سترنا امنة، اشرار استنى الاونة، دورتا موج وكلا غير تلين، باتمان يتشكى يدير فلاين، فاش قام تتلك سيد فاين. اي وين كاي سوبر تونسي، سوبر تونسي، سوبر تونسي ابار رايت.